عندي سؤال مهم، مهم جدا. كل حديثنا عن الحكومة، الشركات الكبيرة، أنا يهمني المستثمر الصغير، واحد ميزانيته محدودة، عنده مشروع صغير، عنده مشروع تو بادي، يعتبر من المنشآت الصغيرة أو متناهية الصغر، ما عنده ميزانية كافية ويريد أن ينتشر، يريد أن يسوق لهذا المنتج أو يسوق للبراند. وش أفضل الطرق للتسويق الرقمي اليوم؟ طيب، إحنا اليوم لازم نعرف أنه الأدوات التسويقية قاعدة تتقدم وتتغير. إحنا اليوم مثلا في موضوع الاستهداف الترويجي، اليوم أنت تقدر أنت تروج ب$20، $50، $100، $1000، لكن الفكرة في المحتوى. كيف أنك أنت كشركة متناهية صغر أو صغيرة ما عندك ميزانية تبدع في المحتوى؟ المحتوى مو شرط ترى يكون إنتاجه عالي، إحنا نعتقد أن الجودة العالية هي اللي تنتصر دائما. المحتوى الذي يصل إلى القلب هو الذي ينتصر دائما، هو الذي يسمع دائما. لذلك أنا أشوف حملات الناس يمكن ما كلفوا الفيديو كله هذا يمكن 100 ريال، هو سواه بالجوال، ترى يعني واضح أنه منتجه وقدم المحتوى ونشر نشر وين؟ نشر وين؟ الترويج المدفوع، يعني دخل على منصة سناب شات وقال أنا عندي محتوى 10 ثواني وأبغى أستهدف منطقة الرياض. يعني كم يكلف؟ يعني أنا أقدر أسوي حملة ب5000؟ تقدر تسوي بأقل من ذلك. هي بالنهاية على كم واحد تبي يشوف مقطعك؟ تقول مثلا أبغى يشوف 2000 واحد، يقول لك ب$20، تبي 20,000 ب$200، وهكذا. ويقدرون يحددون لي المنطقة اللي أنا مستهدفها؟ نعم، تحدد المنطقة. أسهل طريقة وين؟ والذكر. وين؟ يعني أنا بتواصل الحين، وين أروح بالضبط؟ أحسن منطقة أقدر سويت أنا فيديو كويس، وين أحسن نشر؟ يوتيوب؟ يختلف، يختلف طبعا حسب الجمهور يعني، لكن أنا أتكلم لك على الأساس اللي أنت تعمل عليه. رقم واحد، الترويج أصلا تكلفته رخيصة. 2، المحتوى لا يشترط أن يكون بجودة عالية. 3، فيه ناس نسميهم حنا مو شركة متناهية الصغر، ترى في مشاهير صار جدا يعني يمكن يتابعوا 5000 8000 10000 وسعره جدا بسيطة يعني ويحقق أثر ممتاز. إيه أنا يعني يفترض أنه سيدة بيع ورق عنب، شاب يبيع تمر، يعني الأشياء البسيطة جدا اللي في محدودة ويريد أن يفتح سوق. بالعكس، هذه موجودة ممارسة، اللي موجودة أشياء كثيرة يعني موجودة في السوشيال ميديا. أنت يعني أنت الحين ما تطلع لك لما تتابع سناب شات ما تطلع لك إعلانات بسيطة، هم هذولا قاعدين يستهدفونك. أسوي فيديو كويس وأروح للمنصات أبدا تماما بدون مشاهير بدون ما يحتاج مشاهير. أنا أصلا أقول دائما ليست اللعبة لعبة مشاهير. اللعبة وش هي؟ اللعبة في المحتوى، كيف تستطيع أنك تبني محتوى جاذب وليست متفاعل على المشهور. بالضبط.